تقول السائلة: أنا أم لي ابن لم يزورني، نعم أنا أم ولي ابن لم يزورني منذ مدة طويلة، لم يزورني، لم يزورني منذ مدة طويلة، والسبب هي زوجته، فماذا أفعل معه؟ عليك بالدعاء له أن الله يهديه وأن الله يرزقه البر بك. ادعي الله جل وعلا أن يعطف قلبه عليك وأن يهديه، وإن شاء الله الله قريب مجيب. واصبري، اصبري إلى أن تزول هذه المحنة، يزول هذا العارض. مع الصبر تسهل الأمور إن شاء الله، ولا تعجلي. نعم.